شهداء وجرحى في قصف للاحتلال بقطاع غزة، والأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة. ماكرون يطالب إسرائيل بوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان واحترام سيادته. بايدن وقادة أوروبيون يجتمعون اليوم في برلين لبحث تطورات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. العاشرة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي سمر الزهير. إليك سمر. شكرا لك دعاء، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. والبداية بتطورات الأوضاع في قطاع غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين معظمهم أطفال وأصيب آخرون إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في مدينة غزة. هذا وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي لمنزل في شمال غرب مدينة غزة. هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وذلك بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع. أفادت أقيم صادر عن الأمم المتحدة بأن نحو 345 ألف فلسطيني سيواجهون جوعا كارثيا هذا الشتاء في غزة بعد تراجع إيصال المساعدات، ومحذرا من خطر المجاعة في أنحاء القطاع. لفت التقييم الذي أعدته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية إلى أن هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنفين حاليا على أنهم يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي. أفاد التقرير بأن التراجع الحاد مؤخرا في دخول المساعدات سيحد بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أفرادها والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحول في الوضع. ومن جانبه قال كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الإمدادات التجارية تراجعت بشمال غزة بالتزامن مع نزوح واسع النطاق وتدمير البنية التحتية وانهيار الزراعة. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الجميع تقريبا في قطاع غزة يتضورون جوعا، مؤكدة أن هذا وضع غير إنساني. كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذي يحتاجون فيه إلى علاج عاجل، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار. يواصل الاحتلال عدوانه وحصاره المتزايد على شمال غزة بهدف التهجير القسري لسكان المنطقة بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. لا جديد في غزة، حيث يستيقظ السكان والنازحون يوميا على أصوات الغارات والصرخات، يبحثون منذ اللحظات الأولى لشروق الشمس حتى غروبها عن طعام وشراب وملاذ آمن للبقاء، فيما يواصل الاحتلال عدوانه وحصاره المتزايد في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعب أعزل بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية في شمال غزة التي تعد المنطقة الأكثر تأثراً بتداعيات العدوان والحصار. لا يزال الاحتلال يواصل قصف المنطقة من الجو والبر والبحر لنحو أسبوعين تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات قتل ونسف للمنازل، كما تمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود بهدف التهجير القسري لسكان المنطقة وإجبارهم على الهروب. كما ينتهج جيش الاحتلال سياسة التدمير الممنهج للمباني والتهجير القسري للفلسطينيين خاصة في مخيم جبليا، في ظل معاناة نحو 400 ألف فلسطيني بشمال القطاع من حصار مطبق، رافضين التهجير ومغادرة منازلهم نحو جنوب القطاع.
من جانبه أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن 200,000 فلسطيني في مخيم جبلية يعيشون بدون طعام أو شراب أو دواء لليوم ولأكثر من 10 أيام. ورغم ضراوة العدوان يأبى الفلسطينيون النزوح إلى الجنوب وترك أرضهم رغم حرب الإبادة والضغط الكثيف الذين يمارسهما الاحتلال وعمله على إخراج المنظومة الصحية بشمال القطاع عن الخدمة بعد طلبه من مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة بالإخلاء منذ أيام. اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل جريمة حرب. وقال تورك إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة تشير إلى خطر مروع، حيث إن خطر المجاعة لا يزال مستمرا في جميع أنحاء غزة، قائلا إن العالم لا يمكن أن يسمح بحدوث ذلك. هذا وأكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن سلطة الاحتلال ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقا للقانون الدولي. قرر الاحتلال وقف معالجة طلبات التجار لاستيراد الغذاء إلى غزة، الأمر الذي أدى إلى اختناق مسار كان يوفر خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف الإمدادات المقدمة للقطاع. هذا التحول دفع تدفق السلع الواصلة إلى غزة إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب. إمعان مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تعذيب وتجويع الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة مع تواصل العدوان السافر على القطاع المحاصر. الاحتلال قرر وقف معالجة طلبات التجار لاستيراد الغذاء إلى غزة، الأمر الذي أدى إلى اختناق مسار كان يوفر خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف الإمدادات المقدمة للقطاع. حالياً إحنا محصرين إلنا أكثر من 12 يوم، الوضع المعيشي عندنا سيء جداً، ما فيش أي مقومات للحياة، الخضار شبه انقطعت من عندنا، ما فيش شغلة اسمها خضار، معلبات مش موجودة، بقوليات مش موجودة، إحنا بنعيش في وضع مأساوي جدا. وياريت يعني الناس اللي قادرة تعمل شغلة للبلد هذه تنجز في الموضوع، لأنه للأمانة الناس نفس عندها طاقة الصبر، الناس بطلت قادرة تتحمل أي حاجة، الناس بتموت. منذ 11 من أكتوبر الجاري فقد التجار المقيمون في غزة الذين كانوا يستوردون الغذاء من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة فقدوا القدرة على الوصول إلى نظام وفرته الهيئة التابعة للاحتلال والتي تشرف على المساعدات والشحنات التجارية. هذا التحول دفع تدفق السلع الواصلة إلى غزة إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب، وشكلت الشحنات التجارية والسلع التي يشتريها التجار المحليون والتي يتم نقلها بالشاحنات بعد موافقة مباشرة من الهيئة الإسرائيلية ثم بيعها في الأسواق في غزة نحو 55% من الإجمالي خلال الفترة بين مايو وسبتمبر الماضيين. بقينا هنا 4 شهور وكل يوم على أمل ان احنا نخش، ما خشناش، كل يوم على أمل ان احنا نخش ما خشناش، من ضي شهرين اتصلوا بينا قالك هنخش ما خشناش، كل شويه المعبر يقفل، مش عارفين ايه، وعين عربيتها واقفه من الشمس باظت. كانت تجينا البضائع من الشمال، من بعد ما دخلوا في الشمال طبعا فيش بضائع، سكرت بالمره. كان الواحد يعني يعمل قوت يومه بالحلال، اليوم مش قادرين نصرف على بيوتنا للاسف، بنعاني معاناه شديده جدا. لما نطلع مثلا عشان نجيب للاطفال اخر النهار شويه اكل وبسكوت وامور زي هيك، واللي مش موجود أصلاً الأكل اللي مش موجود. وكان إغلاق النظام التجاري واضحاً في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل عملية عسكرية جديدة في شمال غزة، وهو التطور الموازي الذي أعاق تسليم المساعدات الإنسانية. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن العملية قطعت كل تسليم المساعدات عبر المعابر في الشمال لمدة 2 أسبوع على الأقل هذا الشهر، كما دفع انخفاض كميات المساعدات إلى غزة
الولايات المتحدة إلى التهديد بوقف الدعم العسكري لإسرائيل. أدى العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل لأكثر من عام إلى تشتيت مئات العائلات بأكملها، ما يوافق ويفاقم حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع والنازحون. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. تفصلهم أميال وكأن بينهم الأرض بما رحبت في نفس القطاع، وكأن كل سبل الوصال انقطعت. صغير بقلب رجل كبير أجبرته هجمات الاحتلال على الانفصال عن عائلته، ولكنه قرر في الوقت ذاته رعاية مسنين داخل خيام اللاجئين. صبي فلسطيني من سكان القطاع المكلوم يكاد يبلغ عقده الأول من الحياة، ليأتي العدوان الغاشم والحصار الخانق ليفصل بينه وبين عائلته، مثل مئات الآلاف من الأسر المشتتة، لتبقى الدقائق التي تعمل فيها شبكات الهاتف هي الملاذ الوحيد للوصال بين الأسر لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. كل واحد بيشتاق لابنه، بيشتاق لأبوه، بيشتاق لأخوه، بيشتاق لأهله، لعائلته. أنا لقيت في غزة لحالي، أنا عايش معي أولاد ومرت لحالي، أبويا، عمامة صلاة النبي، سبع إخوة إلي، لحتى الآن أنا فيش، كلهم في الجنوب، أولاد عمي سبعة مع عمي مع مرت عمي، هاي كمان عيلة، وبني عمي نفسه، عمي الثاني عنده كمان سبعة انفار، أولاد عمي كله في الجنوب، فيش غير أنا أولاد ومرتي. ها دموع أم وحسرة أب لم تغفل لهما عين، وابنهم في مكان لا يوجد فيه من يحنو عليها أو يطمئن قلبه الصغير من ويلات العدوان التي شتتتهم بلا رجعة حتى الآن. مشتاق لابني ماهر كتير، ابني صغير كان لما طلع على الجنوب، مش هو مشتاق لنا وإحنا مشتاقين له، ونفسنا يكون جنبنا في الوقت هذا. وانت عارف لما الولد يكون صغير بعيد عن اهله، بعيد عن امه، بعيد عن ابوه، بعيد عن اخواته، ايش بكون؟ دائما قلقان، دائما خايف، دائما عيان. اول ما سمعت انه المعبر الحاج السكر وابني غاد، شعور لا يوصف طبعا. انا زعلت وصرت اعيط وتعبت، وحياتي بالمره صارت انه بدي ماهر، يعني كيف ماهر صار غاد، وكيف بده يعيش، بده يتاقلم مع الوضع غاد. وانا عارفه ابني من النوع اللي بتاقلمش، عارفه ابني من النوع اللي مش بيحملش مسؤوليته. مناشدات وصرخات يصل صداها عنان السماء، حيث تطالب الأسر داخل القطاع بلم شمل من تبقى منهم في ظل تواصل غارات الاحتلال التي تحصد معها يومياً عشرات الأرواح البريئة. بكف حرب، بكف حواجز، بدنا نرجع على غزة، بدي أشوف إخواتي وماما وبابا وأخويا، ودي إن شاء الله نرجع على دارنا، وبدنا نرجع على غزة، وكف قتل، وكف وكف قتل في هالناس، وإن شاء الله نرجع على بيوتنا سالمين يا رب. مشاهد قاسية تتكرر يوميا داخل قطاع غزة، فأوقات الخوف تجتاح نفوس من نجوا من غارات الاحتلال العشوائية ساعة تلو الأخرى، إذ يتعرضون لمئات المواقف الخطيرة التي تحتاج لمواجهتها ألف قلب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بالضفة الغربية واعتقلت أحد الشبان بعد مداهمة منزله. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافات، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء المحافظة، فيما اندلعت الشبكات مع قوات الاحتلال. كما نشرت قوات الاحتلال المشاة والقناصة في عدة أحياء من المدينة خلال اقتحامها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيرسل وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إلى إسرائيل لبحث وقف النار. وقال بايدن إن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل ستكون في غضون 5 أيام لبحث وقف إطلاق النار في القطاع.
واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مدن وقرى قضائي صور وبنت جبيل بجنوب لبنان، حيث استهدف طيرانه الحربي والمسير مناطق دمر خلالها مباني وأحياء كاملة. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عيت الشعب ورمية والظهيرة والبستان ومارون ويارون وأطراف مدينة بنت جبيل بقصف عنيف. وعلى الجانب الآخر، أعلن حزب الله أن قواته قصفت مستوطنة زفلون الإسرائيلية برشقة صاروخية كبيرة. أفادت الصحة اللبنانية بأن غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل أسفرت عن استشهاد 45 شخصا وإصابة 179 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2412 شهيدا إلى جانب 11267 مصابا. طالب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طالب إسرائيل بوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان وعدم توسيع تحركها على الأرض واحترام سيادة لبنان. أكد الرئيس الفرنسي أن سيادة لبنان بالنسبة لفرنسا هي قضية أساسية ستدافع عنها دائما. أعلنت وزارة التموين إنشاء غرفة عمليات بالوزارة وكل مديرية تموينية لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة والالتزام بالمعايير المقررة. وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقى حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة. وتقوم مديريات التموين بتسيير حملات منذ الصباح الباكر على محطات الوقود لتأكد من وفرة المحروقات والتزام المحطات بالسعر الرسمي. حيث أكدت مديريات التموين وجود وفرة كبيرة للمحروقات بمحطات الوقود وتم عمل الجرد الفعلي لكل محطة. أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف. أشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. أكد فاروق على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف. وأشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
هذا وأكد فاروق على أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية. تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية، سيارات الميكروباص والسيرفيس والنقل الجماعي، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية. أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسيرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة. وجهت وزيرة التنمية المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السيرفيس طبقا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية، مع وضع التسعير الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات. هذا بالإضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف. كما طالبت الدكتورة منال عوض بسرعة التنسيق بين المحافظات وبعضها لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقي المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة. كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السيرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات، وكذا مبادرة صوتك مسموع بالوزارة. كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية قد قررت تحريك أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث تم تحريك سعر بنزين 95 ليكون بقيمة 17 جنيها لكل لتر، وتحريك سعر بنزين 92 ليكون 15 جنيها و25 قرشا لكل لتر، وسعر بنزين 80 ليكون 13 جنيها و75 قرشا لكل لتر، بالإضافة إلى تحريك سعر السولار ليكون 13 جنيها ونصف الجنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين ليكون 13 جنيها ونصف الجنيه لكل لتر، وتحريك سعر غاز تموين السيارات ليكون 7 جنيهات لكل لتر مكعب، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. وقالت اللجنة إن القرارات تأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة. هذا وقد اعتمدت الدولة المصرية آلية جديدة من أجل التسعير التلقائي والعادل، وذلك من خلال ربطه بالأسعار العالمية للنفط الخام. في العرض التالي أهم النقاط الرئيسية والتي تعتمد عليها طريقة وكيفية تحديد أسعار البنزين الجديدة من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وتواصل الدولة مساعيها لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على تلك المنتجات. المزيد في العرض التالي والزميلة حور محمد. مساعي مستمرة تبذلها الحكومة المصرية بهدف خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية في ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلي على تلك المنتجات. وفي إطار تلك المساعي تبنت الحكومة برنامجاً نفذته على عدة سنوات بهدف تحرير أسعار الوقود، ما دفعها إلى تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع لتحديد الأسعار الجديدة كل 3 شهور، وعليه تشهد أسعار الوقود في مصر مراجعة كل 3 أشهر وفقاً للآلية التي تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية. وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية مع تزايد الاستهلاك، وهو الأمر الذي يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات في الموازنة. التوجه المصري يأتي في ظل تقلبات كبيرة يشهدها ملف النفط والطاقة العالمي، وذلك منذ عام 2022، والتي أثرت على مصر التي تحملت عبئا ماليا كبيرا، وذلك لدعم المواد البترولية في ظل جهود لتوفير المنتجات البترولية محليا، وهو الأمر الذي قلص الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضي. ومع استمرار العدوان على قطاع غزة وتداعياته على البحر الأحمر من حدوث اضطرابات وتعطل لحركة الملاحة، وتأثير ذلك بنسبة تزيد عن 90% من إيرادات قناة السويس، والأهم زيادة تكاليف الشحن والتأمين، قد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية وأسهم بشكل كبير في رفع أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة حوالي 12% ل3 أشهر الماضية. وأدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط الخام بما يفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي إلى التسبب في ضغوط على الكثير من دول العالم، ومنها مصر والتي تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية. ورغم ذلك ذهبت القيادة السياسية إلى تثبيت سعر السولار لفترات طويلة سابقة بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة سعره وسعر بيعه في السوق المحلي، مع توجيه الحكومة بضرورة ترشيد استهلاك الوقود. التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالميا، فما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية، كما أن العدوان على قطاع غزة أضفى مزيدا من العبء على أسواق النفط المثقلة بالأزمات العالمية المتلاحقة، وأدى إلى حدوث هزات في أسواق النفط. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول مساعي الحكومة لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. تعد مصر من الدول الأرخص في أسعار البنزين على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المركز الرابع بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالي $0.27 للتر. نتابع المزيد في هذا العرض.
تسببت الأزمات العالمية المتلاحقة في ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط على مستوى العالم بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بالحرب في قطاع غزة وصولا إلى التوترات الأمنية في البحر الأحمر. أزمات عالمية متلاحقة تسببت في ارتفاعات مستمرة لأسعار النفط على مستوى العالم بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية ومرورا بالحرب في قطاع غزة وصولا إلى التوترات الأمنية في البحر الأحمر. التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالميا، فما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق النفط العالمية. الحرب في قطاع غزة أضفت مزيدا من العبء على أسواق النفط المثقلة بالأزمات العالمية المتلاحقة، وأدت الحرب إلى حدوث هزات في أسواق النفط وارتفاع في الأسعار، كما عززت المخاوف بين تجار النفط والاقتصاديين من أن الأسواق قد تتجاوز مستويات قياسية لسعر البرميل. تبعات الحرب في قطاع غزة وطول أمدها أضاف أيضا مزيدا من التقلبات في أسعار النفط عالميا، خاصة مع امتداد تبعات الحرب إلى منطقة البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن الشحن العابرة في منطقة البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد أدت هذه التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى رفع تكلفة الشحن وزادت من سعر النفط عالميا، وتسببت في تحويلات واسعة النطاق لسفن الشحن من البحر الأحمر. وتتأثر أسعار الوقود في مصر بالعديد من العوامل، أولها وأهمها سعر الوقود عالميا وتكلفة الشحن والنقل واحتياجات الأسواق، خاصة وأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها البترولية من الخارج. ورغم ذلك وصلت مصر تقديم الدعم للمواد البترولية وحافظت على وتيرة متباطئة في تحريك أسعار الوقود بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط العالمية. وبلغت مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي 2024-2025 154 مليار و500 مليون جنيه، مرتفعا من 119 مليار و300 مليون جنيه العام الماضي. نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية رفيعة المستوى عن تقييم التكنولوجيا الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا. أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في كلمة مسجلة على أهمية مناقشة تقييم التكنولوجيا الطبية لما لها من دور فعال في تحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية بمصر، مشيدا بجهود منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا في التعاون مع السلطات الصحية الحكومية المصرية في مجال هام مثل تقييم التكنولوجيا الطبية. أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من عملية تقديم التكنولوجيا الطبية هو إصلاح السياسات واتخاذ القرارات في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المعلومات القائمة على الأدلة، ومؤكدا الحاجة إلى عملية هيكلية وطنية شاملة وشفافة لتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية. يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الألمانية برلين في آخر زيارة يقوم بها بصفته رئيسا للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي خلال الزيارة مباحثات مع القادة الأوروبيين حول الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة بعد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار. وستكون مسألة الدعم الغربي لأوكرانيا العنوان الثاني لهذه الزيارة الخاطفة غداة عرض الرئيس فلاديمير زيلينسكي خطة النصر في الحرب التي تشنها روسيا على بلاده أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا، وأوضحت الدفاع الروسية أن القرية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مدينة كوراخوفكي والتي تعد إحدى نقاط التركيز الرئيسية للتقدم الروسي المضطرد في شرقي أوكرانيا.
تسعى روسيا جاهدة للوصول إلى بوكروفيسك المركز اللوجستي والذي يبعد حوالي 50 كيلومتر إلى الشمال. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن تفجير بلاده مؤخرا طرقا وخطوطا للسكك الحديدية تربطها بجارتها الجنوبية يمثل نهاية العلاقة الضارة مع سول حسب ما ذكرت وسائل أعلام كورية شمالية رسمية. كما أعلنت كوريا الشمالية أن دستورها بات يعتبر الجنوب دولة معادية في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق هذا العام. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الشمال فجر هذا الأسبوع طرقا وخطوطا للسكك الحديدية تربطه بالجنوب باعتباره إجراء لا مفر منه ومشروعا اتخذ بما يتفق ومتطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية. قالت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس إن الانتخابات الأمريكية ستكون سباقا متقاربا حتى النهاية في تجمع حاشد في جرين باي بولاية ويسكنسن. أضافت نائبة الرئيس أنها كانت تخوض حملتها الانتخابية من أجل كسب كل صوت وأن تكون رئيسة لكل الأمريكيين. يبدو أن المرشحة الديمقراطية تتعادل إحصائيا مع ترامب الرئيس الجمهوري السابق في الولايات الحاسمة وفقا لاستطلاعات الرأي العامة والداخلية للحملة الانتخابية والتي استشهدت بها مصادر ديمقراطية، مما أثار جولة من تبادل الاتهامات والتخمين من بعض الأطراف. استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وفدا من البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ 2018 وحتى 2024، مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة 8,200,000 مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط بزيادة عن المستهدف 70%. وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 27.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية. أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية بأن الناتج الاقتصادي في غزة انكمش بنسبة 85% منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن الحرب تسببت في دمار واسع نطاق للاقتصاد بشكل عام في غزة، والمزيد نتابعه في هذا التقرير. بعد مرور أكثر من عام على العدوان الغاشم والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة المكلوم بالتزامن مع الاعتداءات المتزايدة على الضفة الغربية المحتلة، يواصل الاقتصاد الفلسطيني حالة السقوط الحر إلى الهاوية. منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أوضحت أن معدلات البطالة في قطاع غزة قفزت لما يقرب من 80% منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ما أدى لتعرض اقتصاد القطاع لانهيار شبه كامل. تقرير منظمة العمل أفاد بأن الناتج الاقتصادي في غزة انكمش بنسبة 85% منذ بدء الحرب، مما دفع بكل سكانه تقريبا إلى براثن الفقر، موضحا أن قوة العمل في القطاع إما فقدت الوظائف كليا أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية. التقرير أضاف أيضا أن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد بشكل عام في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة،
أوضحت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة ارتفع 34.9% بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، كما انكمش الاقتصاد هناك 21.7% مقارنة بالعام السابق. حالة من الانهيار يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص في حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعب أعزل بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسعار تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر على خلفية مخاوف من تراجع الطلب. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 74.61 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 70.84 دولار. وارتفع الخامان عند التسوية للمرة الأولى في 5 جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي. تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2706.76 دولار للأوقية، ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى 2%. كما زادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.5% إلى 2722 دولار. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مشيرا إلى أن التضخم في منطقة اليورو بات تحت السيطرة. كما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع ربع نقطة لتصل إلى 3.25%. يأتي الخفض الجديد في أول سلسلة متتابعة لخفض أسعار الفائدة منذ 13 عاما، ويمثل تحولا في تركيز البنك من خفض معدل التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي. أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6% في ربع ثالث على أساس سنوي، متجاوزا بقليل تقديرات المحللين، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذين يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز. توقع خبراء اقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5% مقارنة بالعام الماضي، متباطئة من 4.7% في الأشهر الثلاثة السابقة. وعلى أساس فصلي زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 1%، ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5% في الربع السابق. حذر صندوق النقد الدولي من أن الحروب والتوترات التجارية والديون المرتفعة والنمو المنخفض مخاطر تهدد بإطالة أمد فترة اقتصادية باهتة وتقلص موارد الدول للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ. هذا وأشارت المديرة العامة للصندوق كريستيالينا جورجيفا إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين عالميا والصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا وآفاق نمو المتوسطة التي تعتبر أبعد ما تكون عن المستوى الجيد هي أسباب لتوخي الحذر.
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن التعريفات الجمركية الشاملة غير محددة الهدف ستضر بالأسر والشركات الأمريكية وتمنع الولايات المتحدة من تعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية. قالت يلين إن الدعوات إلى عزل أمريكا بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الأصدقاء والمنافسين على حد سواء أو معاملة أقرب حلفاء الولايات المتحدة كشركاء نفعيين فقط مضللة للغاية. رياضيا، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري والتي تقام بالإمارات خلال الفترة ما بين 20 وحتى 24 من أكتوبر الجاري. هذا ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة. يواصل فريق الزمالك التجهيزات الأخيرة لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي تستضيفها الإمارات. يلتقي فريق الزمالك مساء الأحد 20 من أكتوبر الجاري مع بيراميدز على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي. ستكون مباراة النهائي يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد الساعة 7 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 4:05. يواجه فريق يد الأهلي نظيره الزمالك اليوم في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة أغادير بالمغرب. كان الأهلي حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية بعد فوزه على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13. وعلى الجانب الآخر حسم الزمالك مواجهة الدور ربع النهائي أمام فريق أديج البنيني بنتيجة 45-26 ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية. وأنهى الأهلي والزمالك دور المجموعات بتحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتيهما. يصطدم فريق توتنهام هوتسبير بنظيره نادي ويست هام يونايتد مساء غد السبت، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 10 نقاط متفوقا على ويست هام بنقطتين. يدخل مانشستر يونايتد مواجهة مقبلة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقررة غدا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بدون ما يصل إلى 10 لاعبين للإصابة. ويوجد مانشستر يونايتد في وضع صعب للغاية إذ يحتل المركز 14 برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات. يتطلع فريق برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف فريق إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة 10 من المسابقة. يوجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ريال، فيما يوجد إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس وجيرونا، وبفارق نقطة خلف سلتا فيغو صاحب المركز التاسع. وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال بقطاع غزة، والأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة.
ماكرون يطالب إسرائيل بوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان واحترام سيادته. بايدن وقادة أوروبيون يجتمعون اليوم في برلين لبحث التطورات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. ختم مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات دعاء جد الحق وسمر الزهيري، إلى اللقاء.